تحضر الزاويه الام هنا في هذا الملتقى، ملتقى ديال حماشه اللي كتنظموا الجمعيات حماشه للفنون الشعبيه هنا في سارودانس، اللي كتجمع فيه الطوائف التابعه للزوايا الفرعيه الحمدوشيه عبر ربوع المملكه. الحمد لله عرفت هذا العهد السنه هذه في التنظيم ديال هذا الملتقى حضور الطوائف من الشمال، من طنجه اصيله، حضرت دمنات، مراكش، جاو فقراء من اسفيه ومن الجديده ومن قلعه السراغنه. الزاويه الام تحضر في هذا الملتقى لتؤكد العلاقه الوطيده اللي كتربط الزاويه الام بالزاويه الفرعيه، وهذه علاقه تاريخيه ممتده منذ تاسيس طريقه الحمدوشي على يد شيخها مؤسس طريقه سيدي عبد الحمدوش، واللي كتاثر هذه الزاويه وكتعمل دائما على المحافظه على اصول وقواعد الطريقه ومحاربة الشوائب اللي كتدخل لها بين الفينات والأخرى. فهذا الملتقى الحمد لله عرف نجاح كبير وعرف مشاركة تقريبا ديال كل الزاوية المنضوية تحت لواء الزاوية الأم، الزاوية الحمدوشية اللي المركز ديالها في سيدي عبد الحمدوش زوره ناحية مكناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك يا سيدي يا حبيب الله يا مولاي محمد افضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رب الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم
وأجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يخربنا. بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا دار الفردوس. اللهم ارزقنا دار الفردوس. ومتعنا بالنظر إلى وجهك العزيز واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. توكلت على الحي الذي لا يموت. توكلت على الحي الذي لا يموت. توكلت على الحي الذي لا يموت. وأقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحق. جاز الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما هو أهله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع الجرم والظلم وما جليته على نفسي وأتوب إليه. سبحانه لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله وارحمنا يا ذو الجلال لم حسبنا بالأفعال يا معروف بالإحسان آمين 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 رب العالمين اللهم آمين يا رحيم ارحمنا ارحمنا بالوالدين في بركات الصالحين أنبياء والمرسلين عبادك خائفين ببابك واقفين غفرانك يا كريم يا رحمن يا رحيم تب علينا يا الله وارزقنا حسن اليقين ثبتنا يا مولانا كسؤال الملكين نجينا يا مولانا من القوم الظالمين وانصرنا يا مولانا على القوم الكافرين وارحمنا يا مولانا وارحم جميع المسلمين يا ربي محجوب الغداة عن قلبي قدمت لك سيدنا محمد وأصحابه أرجاك يا ربي محجوب الغداة عن قلبي قدمت لك سيدنا محمد وأصحابه أرجاك بالغفلة عن قلبي قدمت لك سيدنا محمد وأصحابه العشرة مولانا بالحق وبالحقيقة اغفر لنا وافتح لنا الطريق لك ما أثرت لهذا القوم الصادقين هديتهم وأدخلتهم في الصالحين
باب الشافعية، أرسلنا بسيد الحديقة سيدنا محمد الخصر بنا طريقة، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه دون زوال. صلى ربي في سرك الجميل ولا تفضى حتى أتى لك دليل. صلى ربي في سرك الجميل ولا تفضى حتى أتاك دليل. واسترنا يا ربي بسترك الجميل ولا تفضى حتى أتاك دليل. يا ربي واصلنا من العيوب في الذات والقلب شكيت للأليل. يا ربي واصلنا من العيوب في الذات والقلب شكيت للأليل. يا ربي واصلنا من العيوب في الذات والقلب شكيت للأليل. طلبت زهدا وضع نفس تميل بالخير خشوعا دمعا العين تسيل. طلبت زهدا وضع نفس تميل بالخير طلبت زهدا ورعى نفس تميل للخير خشوعا دمعا العين تسيل. يا ربي بالمدى والانبياء عجل لنا للقلب بالشفاء. يا ربي بالمدى والانبياء عجل لنا للقلب بالشفاء. يا ربي برحمتك والأنبياء عجل لنا للقلب بالشفاء. بحرمة نبينا محمد وآله وصحبه والمرسلين. بحرمة تفضل النجابة أهل التقوى والخير والفضالة. بفضلك يا قادر أنت الجواد الباقي عنا حاضر. يا ربنا أنت المغيث غيثنا ولا تحاسبنا بما فعلنا. اللهم صل وسلم على المصطفى صلي على الأنبياء.
صلاه كامله العليا اللهم صل وسلم على المرسلين والتابعين والصالحين والمحبين اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام.
بك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. صلاة السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على محبته وعلى اتباع سنته، ولا تخالف بنا عن نهجه. أمتنا اللهم على ملته، واحشرنا برحمتك في زمرته. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من جنوب من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتنا، من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا رب. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، تمام العافية، ونسألك الشكر عن العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا في هذه الرحاب الطيبة، في هذه البلدة المباركة، أرض سارودانت، أرض الأولياء والصلحاء والأتقياء، نتضرع إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة، متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الفضلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أن تنصر من قلدته أمر عبادك، عبدك وابن عبدك الخاضع لجلالك، المتواضع لعزك وسلطانك، راجي عفوك ومستوهب عونك، مولانا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، سبط الرسول الأمين، نجل الملوك الأشراف العلويين، سادس المحمدين. اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا، تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم كن له وليا ونصيرا، معينا وظاهرا، عاصما ومجيرا. اللهم احفظه في صحته، اللهم احفظه في ولي عهد الأمين المولى الحسن، اللهم احفظه في شقيقه الأمير السعيد المولى الرشيد، اللهم احفظه في كريمته الأميرة الجليلة المصونة للخديجة، اللهم احفظه في باقي أسرته الملكية الشريفة،
اللهم احفظه في باقي أفراد شعبه. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب تراهما وأكرم نزلهما. اللهم وارزقهما الجنة واجعل الجنة مقعدهما ومأواهما. اللهم وارحم جميع الشهداء في هذا الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحرير هذا الوطن. اللهم ارحمهم. اللهم ارحمهم. اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم الله يرحم جميع الفقراء المحتاجين. الله يرحم الفقراء اللي دازوا في هذه الزاوية الزاوية الفرعية المحتاجية كاملة ويرحم شيوخ الطريقة الحمد لله. الله يرحم ارحمنا يا الله واللي ربنا وسقى وعلينا وارحمنا يا الله وارحم والدينا واللي ربنا وسقى وعلينا وارحمنا يا الله وارحم والدينا واللي ربنا وسقى وعلينا. الله يرحم سيدي عبد الغني الطونيو. امين. الله يرحم جميع الفقراء. الله يرحم الحاج حسن اليعقوبي. امين. هذا واحد فرد وجلاله. امين. الله يرحمه ويوسع عليه فضله. امين. الله يرحم جميع الفقراء وجميع المحامين وجميع اللي كانوا كيعطوا على هذا الزاويه. الله يشد ويجعل البركه في هذو اللي مازالين كيعطوا على هذا. امين. الله يجمع الشمل الحبشي. امين. الله يجعل البركه في سيدي عبد المجيد العنصري. يا رب. اسماعيل. عمر. مجعل البركه في الجامع. اسمعكم كل ارباع مجمعكم كل ارباع مجمعكم كل ارباع يا الفقراء ساداتي بكم قلبي يفرح بكم قلبي يفرح بكم قلبي يفرح عند موتي وحياتي لا اله الا الله الله يا مولانا لا اله الا الله يا ربي داوينا. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات انك يا رب قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما. ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفرطا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا نفسته ولا حاجه من حوائج الدنيا. لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الله يرحم جميع المسلمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا يا ربنا اجمعين. الحمد لله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين.
الصالحين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.